خليني اسالك انا اخد دور تقول ايه للمشاهد عن اهم هدف تعيش له؟ طبعا انا وانت متفقين يعني ما فيش يعني مثل ما قال بولس الرسول لان لي الحياه هي المسيح. المسيح هو حياتي. المسيح هو هدفي. بالضبط. بقول إذ أنا أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفس ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. فحياتي هو المسيح وهدفي هو المسيح. وبعدين قوتي أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وطبعا المسيح هو فكر المؤمن، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح. اللي عاوز أقوله أنه مثل ما قيل في أعمال الرسل لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. يعني ولكن يأتي بإيمان من يؤمن أنه موجود، بتآمن الله موجود. الله بكافئ الذين يطلبونه.